وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا من أبو ظبي الأستاذ جمال سيف الجروان الخبير الاقتصادي. سيد الجروان، بداية نرحب بك، وهل لك أن تطلعنا على أهم الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات الشقيقة في المجال الاقتصادي والاستثماري أيضا؟ شكرا ولكم التحية من دولة الإمارات في هذا اليوم، يوم غالي علينا في دولة الإمارات، والعيد الوطني 53، وغالي أيضا على المواطنين دول مجلس التعاون الخليجي. ما في شك يعني اقتصاد الإمارات في 53 عام حقيقة قصة ملهمة، إن أجاز التعبير أن نصفها بذلك، لأن فعلا خطت خطوات سريعة، وهناك يعني أظهر الاقتصاد الوطني الإماراتي قوة صلبة في إظهار النمو والزخم، رصيد قوي وكبير من التطورات الاقتصادية والمالية الغير مسبوقة على مستوى المنطقة والعالم. أصبحنا لاعبين رئيسيين في التكنولوجيا المتطورة بقدرات مالية كبيرة. نستعرض معكم بعض الأرقام، يعني بالنسبة للأصول لو نظرنا على القوة والملاءة المالية في المصارف الإماراتية، تقريبا وصلت الأصول 4 تريليون و300 مليار درهم، يعني هذا رقم حقيقة تاريخي بالنسبة للقطاع المصرفي. الائتمان وصل تقريبا 2 تريليون و100 مليار درهم. الناتج القومي، يعني لو رأينا أيضا تطور الناتج القومي عبر هذه السنين، في أول مرة في تاريخ دولة الإمارات نحطم رقم قياسي في تحقيق الناتج القومي ب514 مليار دولار. الأسبوع الماضي أيضا أعلنت هيئة الأسواق المال برقم حقيقة أيضا يعتبر تاريخي بالنسبة لحجم أسواق الأسهم في دولة الإمارات التي وصلت 1 تريليون دولار. أيضا لو رأينا أيضا الاستثمارات الإماراتية بالخارج، حقيقة قصة ملهمة أيضا، في 50 عام وصلت الأذرع الاستثمارية الإماراتية إلى أكثر من 90 دولة، حققنا فيها أصول حقيقة تتجاوز 1.5 تريليون مليار دولار. بالنسبة أيضا لو رأينا للاستثمارات الواردة لدولة الإمارات عبر هذه السنين، الرقم التراكمي وصل تقريبا 225 مليار دولار للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة. فالحقيقة يواصل نموذج التنمية المتعلقة في دول العالم، نجحت في بناء وطن لا المستحيل الذي يحلم الملايين حول العالم بالعيش والعمل في ربوعه. تصدرت دولة الإمارات قائمة الدول العربية والخليجية في مؤشر أكثر البلاد التي يرغب الناس في العيش والإقامة والعمل بها، ويعد الأمن والأمان والاستقرار من بين أبرز هذه الأسباب التي تجعل الإمارات وجهة مفضلة للعيش، إذ حصلت العاصمة أبوظبي للعام الثامن على التوالي على المركز الأول ضمن قائمة المدن الأكثر أماناً في عام 2024، وهذا يعني يعتبر حقيقة إنجاز غير مسبوق للعاصمة أبوظبي. تحرص طبعا دولة الإمارات تكون دائما من الدول السباقة بما يخص تبني نهج التحول الرقمي الشامل، وهذا يعني إحدى أهم ركائز الاقتصاد الإماراتي في المرحلة المقبلة.